بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك الفوز ببطولة السوبر على النادي الأهلي طبعا بعد مباراة مثيرة جدا انتهت بركلات الترجيح في أبو ظبي. أكيد فوز مستحق لنادي الزمالك ليه؟ عشان كارتيرون وصل للهدف اللي هو كان عايزه. كارتيرون كان واضح جدا من أسلوب لعب نادي الزمالك خلال التسعين دقيقة أنه عارف أن أقرب طريقة للفوز باللقب ده هو أنك تودي النادي الأهلي لركلات الترجيح اللي حد ما لو النادي الأهلي راح لها يبقى هو مضغوط عصبيا أكتر من لعيبة نادي الزمالك اللي حد ما كانوا عارفين هم ربما بعد أول عشر دقايق مش هيقدروا يجاروا النادي الأهلي بدلا، وده فعلا اللي احنا شفناه طوال المباراة. فايلر أكيد غلط حياتك في أمور كتيرة، لكن برضو الأمان لازم أقول إن هو نجح في أمور كتيرة في التسعين دقيقة. النادي الأهلي كان كويس، برضو كارتيرون كان طبعا كان في مشاكل كتيرة جدا بدنية عند نادي الزمالك خلت اللعيبة ما تقدرش تقدم نفس الشكل اللي احنا شفناه قدام نادي الترجي بدنية، يعني ربما يكون التفكير هو هو ده اللي أنا برضو هحاول أشرحه وأوضحه لحضراتكم على البورد. المباراة بدأت طبعا الفريقين احنا عارفين بيلعبوا بنفس الطريقة 4-2-3-1، لكن الأساس في التوظيف فايلر واضح جدا هو رأى ان جوني أجاي لما بيلعب مهاجم صريح وجيرالدو زي ما شاف ترند يلا كورة وتوقعاتي ليه التشكيل، جيرالدو كان على الجناح الأيسر عشان يساعد علي معلول في الناحية الدفاعية، وهو ده طبعا الاختيار كان الأفضل فيه لفايلر في المباراة، وجوني أجاي لعبه كمهاجم صريح. نادي الزمالك لعب بنفس التشكيل اللي واجه به نادي الترجي في السوبر مع تغييرة وحيدة، هو نودة احمد سيد زيزو على اليمين بدل بن شرقي عشان يحاول قد ما يقدر يساعد حازم امام. احنا كنا عارفين الجبهه دي بصراحه فيها مشكله بسبب ان حازم شفناه قدام حمد الهوني ده من نادي الترجي كان فيه مشاكل. الشوط الاول وان سايد جيم، وان سايد جيم تماما للنادي الاهلي، استحواذ وكل شيء. بسبب ايه؟ بسبب فرجاني سيسي. فرجاني سيسي كان بعيد تماما عن مستواه، ما كانش بيساعد طارق حامد خالص في التغطيه في نص ملعب وقدام اتنين مساكين لنادي الزمالك الونش محمود علاء، وبالتالي كان دايما نادي الزمالك بيلاقي نفسه ان هو اجاي بينزل وبينضم له مجدي قفشه وعمرو السوليه بيطلع، كان بيلاقي نفسه دايما في شكل اقرب الى 3-1. نادي الاهلي استحوذ تماما على الكره في المنطقه دي. ضيف على كده طبعا الميس باس الكتير اللي كان من ظهراء نادي الزمالك، بتكلم عبد الشافي اللي غلط غلطتين في اول 15 دقيقه وادى الكره للاعيبه نادي الاهلي، واحده منهم لاجاييه اللي راح بيها انفراد الكره دي، لو كانت جت اعتقد كان سيناريو المباراه اختلف تماما، وواحده ثانيه جت من حازم امام لما جيرالدو كان بيضغط عليه. نادي الزمالك لما كان لعيبه نادي الاهلي بيضغط عليهم في الشوط الاول كان بيفقدوا الكره بسرعه جدا جدا، الزمالك ما قدرش يخرج بالكوره بتاعته من نص ملعبه. بسبب ايه؟ بسبب فرجاني. فرجاني كان بعيد قوي. الشوط الاول شوط سيء جدا جدا لفرجاني في الحالتين، الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه. وطبعا النادي الاهلي وفايلر لعبوا بنفس الاسلوب اللي لعبوا بيه في ماتش السوبر الاولاني بدايه الموسم، لعب بدفاع متقدم، وياسر ابراهيم ورامي ربيعه بصراحه قدروا ان هم ياخدوا كل الكرات الطوليه من مصطفى محمد. مصطفى محمد كان هو الوحيد بصراحه اللي بيحاول يعمل شكل هجومي نادي الزمالك الشوط الاول، هو عمل التسديدتين على مرمى محمد الشناوي مجهود فردي بحت، لكن نادي الزمالك اللعيبه كانت بعيده، اللعيبه بعيده جدا عن بعض، مفيش حد، مفيش واحد بلاي ميكر بينزل ياخد الكوره. اوباما نفسه كان عشان يساعد فرجاني وطارق، خصوصا ان فرجاني بصراحه دور الدفاع كان سيء، كان بيبقى في مسافه بعيده جدا جدا بينه وبين مصطفى محمد، عشان كده الكوره لما كانت في بعض الاحيان توصل مصطفى محمد كان بيلاقي نفسه وحيد، فكان بيعمل ايه؟ بيشوط. برده نفس الكوره راحت لبن شرقي، في كوره راحت له بن شرقي وكان في وصل ليه الحته دي ويدخل عليه محمد هاني، بن شرقي اضطر ان هو يخرج بالكره خارج الملعب. ليه؟ ما كانش فيه لعيبه، ما كانش فيه لعيبه، الحاله البدنيه لعيبه نادي الزمالك ما كانتش مخلياهم قادرين يبقوا قريبين من بعض، ودي النقطه اللي النادي الاهلي ما قدرش يستغلها. النادي الاهلي كان عايز ينهي المباراه دي، كان نهاها من الشوط الاول، لان الزمالك كان واضح جدا ان الفريق مش قادر يجالي لعيبه نادي الاهلي بدنيا في بدايه المباراه. بمرور الوقت وبمرور ان لعيبه نادي الاهلي مش قادرين يترجموا هذا الكم من الفرص الى اهداف، بدات الثقه تخش نفس لعيبه نادي الزمالك ستيب باي ستيب، واحده 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 واحده. جت الشوط الثاني، الشوط الثاني اول ما لعيبه الزمالك بداوا يلاقوا ان الوقت بيمر بداوا يعملوا ايه؟ بداوا يضيعوا وقت، بداوا يكسروا ريتم المباراه، وكمان كارتيرون عمل حركه مميزه جدا في الشوط الثاني لما بدا يشوف ان مجدي قفشه الشوط الاول كان مميز جدا في مساله لعب صناعه اللعب النادي الاهلي، بدا يرمي عليه طارق حامد عشان يمنعه
من الاستلام، وكل ما الوقت كان بيمر لعيبه نادي الزمالك مش عايزين يهاجموا خالص. مفيش نيجي نفتكر في هجمات على محمد الشناوي، ومحمد الشناوي ما تعرضش لاي اختبارات صعبه في المباراه، بعكس ابو جبل اللي بصراحه قدم مباراه ممتازه جدا، والتصدي اللي عمله قدام اجاي كان نقطه تحول نفسيا ومعنويا للاعيبه نادي الزمالك. بمرور الوقت بقى ونهايه المباراه وبدات التغييرات تتم، وبدا خصوصا مع نزول كهربا اللي بشوفه نفسيا ومعنويا فاد نادي الزمالك اكتر ما فاد نادي الاهلي، لان كهربا كان واضح نازل متعصب وتاثر بالهتافات اللي جمهور الزمالك قالها له بعد ما نزل ارض الملعب، فبالتالي لعيبه نادي الزمالك خدوا دفعه معنويه. كل الامور دي صبت في ان نادي الزمالك يوصل للتارجت بتاعه، وهو انه يوصل لضربات ترجيح. طيب فايلر ايه الاخطاء اللي عملها في وجهه نظر الشخصيه؟ مش هقدر يعني اقول هو يعني اساء اداره المباراه، لا ما اقدرش. فايلر لعب مباراه ممتازه وقدر يوصل لعيبه نادي الاهلي المرمى ابو جبل كتير، والطريقه والاسلوب واختيار اللاعبين كان مميز، لكن في خطأين انا هحاسبه عليهم. بس الخطا الاول عدم مشاركه وليد سليمان، كان ده لازم يكون اول تغييره لفايلر، وكان لازم ينزل وليد سليمان مكان قفشه، لان خلاص قفشه اتمسك ومبقاش عنده ولا جهد بدني ولا الخبره انه يعرف يتعامل مع الدقائق الاخيره والنتيجه 0-0. وليد سليمان كخبره ورقه خبره كبيره في النادي الاهلي كان لازم يتم استخدامها. الخطا الثاني في وجهه نظري انه اختار اليو بادجي انه يسدد الضربه الخامسه، حط عليه بصراحه ضغط عصبي كبير جدا جدا جدا، واللاعب لسه ما عملش يعني وصال مهم مع جمهور النادي الاهلي، فانك تحطه في الاختبار الصعب ده اكيد كنت ممكن تدفع ثمنه. بالفعل دفعت ثمنه ان اللاعب ضيع ضربه الجزاء، والناس دايما هتفتكر له ضاعه الركله دي لغايه لما يثبت حاجه ايجابيه في المستقبل. لكن على الناحيه الثانيه كارتيرون لازم اشيد بعقليته في التعامل مع البطولات لمباراه واحده، تعامله مع الترجي كان امتياز، عرف ازاي ينهي المباراه في وقتها الاصلي، وفي تعامله مع مباراه النادي الاهلي عرف يصير المباراه ازاي لغايه لما يوصل المباراه لركلات الترجيح اللي شفنا فيها لعيبه نادي الزمالك يعني شاطوها بشكل مميز جدا، ما عدا بن شرقي لحد ما كان متعالي شويه ما رجعش لورا قوي، شاطها من مسافه قريبه بس ضيعها. بس في المجمل اعتقد نادي الزمالك كان محدد لنفسه، وحتى الكابتن اسماعيل يوسف قال تصريحاته قال احنا لو وصلنا لركلات الترجيح احنا هنكسب، واضح ان هو كان عندهم ثقه في ان هم عايزين يوصلوا ركلات الترجيح، وهي دي الوسيله اللي تخليهم يطلعوا ويفوزوا بالكاس. الف مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك اللي فازوا بكاس السوبر، وان شاء الله نستنى طبعا مباراه القمه الجايه في الدوري يوم الاثنين بعد تاكيد كل مسؤوليه اتحاد الكوره انها هتتلعب. شكرا جزيلا كريم سعيد.